بعض الناس عنده خوف، وهذا كثير الآن، خوف غير طبيعي. الخوف الطبيعي أمره سهل، لكن عنده خوف غير طبيعي، يعني يخاف من أوهام، يخاف من أوهام، يخاف من وساوس يلقيها الشيطان، فتجده يعني في قلق. لو أن هذا وقف عند قول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وأخذ يرددها ويرددها 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 ويتأمل فيها ويستعين بكتب التفسير لأمة السلف في معرفة هداياتها، تثمر في قلبه إيمانا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهكذا في باب التوكل، في باب الرجاء، في باب الاستعانة، في باب الصبر، يعني في المصائب مثلا يقرأ: وبشر الصابرين. كم فيها من تسلية للمصاب لما يرددها: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا في عموم آيات القرآن يفعل هذه الطريقة النافعة التي ذكر ابن القيم، يقول: قراءة آية بتدبر خير من قراءة ختمة بلا تفهم ولا تدبر.